عكساني. خلي أسألكم عن مستوى حسن عبد الكريم مع الزوراء. حاليا نعم الأفضل بالزوراء. حلو. من حيث الأرقام، من حيث الأفضل بين اللاعبين الموجودين هو وكريستوف، هم الوحيدين الأفضل، رغم أنه حسن حسب قناعتي الشخصية فوقية عند الأفضل. يعني حسن لو يهتم بنفسه أكثر ما يرجع من المنتخب. الإمكانيات العدة والموهبة اللي عنده، بس هو هامل نفسه، هو مقصر بحق نفسه. رغم ذلك هو الأفضل بالمجموعة مع كريستوف داخل فريق الزوراء. شنو يعني هامل نفسه وشنو يعني ظالم نفسه؟ اي هو مقصر بحق نفسه. من يا ناحية؟ هو مقصر بحق نفسه، هواي تفاصيل. اللي أتمناه اليوم أنا من حب إلي. اليوم حسن موهبة. اللي تحكي عنها خارج الملعب لو داخل الملعب؟ داخل الملعب وخارج الملعب. هسه أنا ما لي علاقة بخارج الملعب، أنا أتكلم داخل الملعب، هاي حياته الخاصة، هو يعرف نفسه. نتاجك داخل الملعب نتيجة عملك خارج الملعب. أنا هذا الموضوع خارج الملعب مو يعني مو شغلتي، مختص. هو حر بحياته، عنده عائلة، عنده بيت، يعرف عنده كيان، هو لاعب منتخب. اليوم من أنا عندي موهبة مثل قوقية وهامل نفسه وبعيد عن المنتخب ومدى يسوي لي اللي أنا متأمل منه اليوم، هو الفرق بينه وبين اللاعب العادي شنو؟ هسه كابتن ليت حسين موهوب، شنو كان في الفرق بينه وبين اللاعبين العاديين؟ هسه اليوم أنا يعني مو مدح، بس هو أنا بالنسبة وجهة نظري من أفضل اللاعبين إذا مو الأفضل تاريخ العراق، بس قل لي هو شنو كان الفارق بينه وبين اللاعبين الباقيين؟ هو هسه الكابتن هو يجاوبك. التفاصيل اللي موجودة أتمنى إنه يقعد بينه وبين نفسه. ليش انا ما موجود بالمنتخب؟ حلو. سوشيال ميديا ذاتهم. ليش؟ شوف كل اللاعبين، شوف تذكر هنا همين، هنا سالتني على قوقيه، قلت لك قوقيه مو بمستوى، قوقيه ما يعني ما مهتم بروحه، قوقيه كذا كذا، ورا يومين طلع بلعبه يسوي هيك يسد حلوكم ولا تسوي وما اعرف ايش. كابتن هاي شوف، هاي ثقافه اللاعب اللي ما عنده خبره. العفو مصطفى، اللي انت اليوم، انا بالنسبه لي انا عندي ساحه، انا شعلي هسه بمحلل، شعلي بجمهور، شعلي بكذا، انا عدي هنا انا واروح للمنتخب. زين انت من تسوي هيك والمدرب ما سحبك منتخب، يعني احنا على حق انه انت لاعب اعتيادي، ما تسوي فارق. سوى هو قام وراها، قام يقول، قام يسجل اهداف، تذكرها وراها. يعني بالعكس احنا، انا والله احب كل لاعبي الزوراء اذا اجوا من برا او الموجودين، احبهم واقدرهم، ولو هسه يخطئون يعني كل المباريات اقدرهم واحترمهم ودائما انطيهم النصيحه. هذا فريقي بغض النظر، بس انا اعتب على الاداره وعلى المدرب. انتم من تجيبون، جيبوا ناس تليق باسم الزوراء، اجيب ناس تحترم تاريخ الزوراء، اجيب ناس خليهم هم ذول اللي يربحوني، ما اجيب ناس انا والله بدي تاخذ فلوس وتطلع باكر عقبه ما يريدون الزهره دي. موظفين قضيتها، موظفين اي قضيت هاي السنه ما اخذ منهم. هسه ما اريد نحكي على الحكايه 100 200 بروس واطلع. اذا تسمح لي، العراق كله قبل بطوله اسيا، العراق كله يمكن اني واثنين ثلاثه دافعنا عن ايمن،